نبدأ الآن بعملية فحص البكتيريا. كما ذكرنا نريد أن نفحص بكتيريا البسدوموناس. طبعا يجب أولا أن نقوم بعملية تعقيم الزجاجيات أو الزجاج المستخدم في عملية الفحص أو المعدات. طبعا كما ذكرنا بالنسبة لهذه الزجاج هذا الزجاج يتحمل درجات حرارة عالية، وكذلك يتحمل إذا وضع بالأوتوكلير يتحمل كذلك درجات حرارة عالية باي ستيم. إذا لم يتوفر عندك أوتوكلير لعملية تعقيم هذه المعدات تستطيع أن تعقمها بواسطة مادة الإيثانول، طبعا مادة شفافة. تقوم بعملية التعقيم، رش هذه المعدة كما نلاحظ، تقوم بعملية تعقيمها بهذه الطريقة، وكذلك تقوم بعملية تعقيم أي سطح أنت بحاجة إلى أن تقوم بعملية تعقيمه بواسطة مادة الإيثانول، وتتركها لفترة معينة حتى يتم تعقيم هذه الزجاجية. سوف نبدأ الآن بعملية الفحص. عملية الفحص طبعا تتم كالتالي. أولا يجب علينا أن نقوم بعملية وضع هذه القطعة. قبل أن نضع هذه القطعة يجب أن نضع الغشاء السليلوزي أو الغشاء المستخدم لعملية الفحص في المنطقة أو القاعدة التي نقوم بعملية فحص المادة عليها. هذا هو الغشاء السليلوزي الذي يستخدم في عملية إمساك أي بكتيريا أو أي نوع من البكتيريا موجود، يقوم بإمساكه على سطح لأنه مساميته أقل من مسامية البكتيريا. نقوم بعملية فتحه. إذا كما ذكرنا هو يكون مغلق محكم الإغلاق بواسطة طبقة شفافة كما تلاحظون، بواسطة طبقة شفافة. فنقوم بعملية فتحه هكذا بهذه الطريقة. هنا أيضا كما تلاحظون أيضا طبقة صفراء على سطح الغشاء كذلك لحمايته ووقايته. نقوم بإمساك ملقط، هذا الملقط، ونقوم بفصل الطبقة الصفراء عن طبقة الغشاء السليلوزي بهذه الطريقة دون أن نمسك بيدنا حتى لا نلوث الغشاء السليلوزي. نمسك الطبقة الصفراء بإصبعنا هكذا، نحن لسنا بحاجة إليها. ثم نقوم بعملية سحب الغشاء السليلوزي هكذا بواسطة الملقط. بعد ذلك نقوم بوضع الملقط على السطح أو على القاعدة المستخدمة في عملية الفحص البكتيري أو عملية مسك الغشاء هكذا. إذا نحن وضعنا الغشاء على القاعدة. بعد ذلك نقوم بإمساك هذا البوتل كما تلاحظون ونضعه فوق الغشاء على القاعدة التي ذكرناها. نثبته على إيش؟ على القاعدة كما تلاحظون. هذا الكليبس يستخدم لعملية تثبيت البوتل الذي سوف نقوم بوضع الماء عليه على القاعدة التي مسكت الغشاء بهذه الطريقة. هذا كليبس لعملية تثبيت. إذا قمنا بعملية تثبيت البوتل الذي سوف نضع فيه العينة وعلى بواسطة كليبس على سطح الغشاء. طبعا هذه ذمك كما ذكرنا المادة المستخدمة في عملية فحص بكتيريا البسدوموناس وتسمى ستريمايد، مادة ستريمايد. تقوم بعملية فتح هذه المادة. طبعا هذه الأطباق تكون جاهزة بالميديا الموجودة بها، يعني الميديا تكون موجودة بهذه الأطباق وتكون جاهزة، لا يعني لا تحتاج إلى تحضير، هذه عبارة عن ميديا جاهزة. تستطيع أن تقوم بعملية تحضير الميديا ووضعها في الأطباق، ولكن هذه أدق. نقوم بعملية فتح هذه المادة. نخرج
نخرج الأطباق. طبعا هذه الأطباق جاهزة كما تلاحظون، هذه الأطباق المستخدمة في عملية الفحص، تحتوي على ميديا. نقوم فقط بإضافة ماء مقطر لها فقط يعني. نقوم بإضافة ماء مقطر فقط لهذا الطبق. طبعا يجب أن نراعي أن تكون أن يكون الجهاز معقم وأن تكون الأوساط جميعها معقمة. نقوم الآن بإضافة السامبل أو المادة أو الماء الذي نريد أن نقوم بعملية فحص البكتيريا له. وصلت بوتل طبعا، هذه الزجاج خاصة بعملية جمع العينات كما تلاحظون. نقوم بإضافتها إلى بوتل التجميع حتى 100 ملي. نقوم الآن بتشغيل الفاكيوم حتى نقوم بعملية سحب الماء على سطح الفلتر. كما تلاحظون ينزل الماء في الجزء السفلي ويتجمع أي بكتيريا على السطح. نفك الكليبس ثم نزيل هذا البوتل التجميع. نأتي بالملقط ثم بعد ذلك نقوم بعملية إزالة الغشاء. ونضعه في الطبق بهذه الطريقة. نأتي بهذا الطبق ونضعه في الانكيوبيتر حتى نقوم بعملية حفظ أو أن نقوم بعملية النمو البكتيري، نساعد على نمو البكتيريا. إذا كان يوجد هناك بكتيريا بسدود النص فإنها سوف تنمو على هذا الطبق بواسطة درجة حرارة معينة وهي تقريبا ما بين 37 إلى 38 درجة سيليسيوس. نفتح الانكيوبيتر ونضع الطبق في الحاضنة في الانكيوبيتر. طبعا وننتظر لمدة طبعا هذا الفحص وفحص البسدومونس مدة الحضانة من 40 إلى 48 ساعة. إذا ننتظر تقريبا من 40 إلى 48 ساعة عند درجة حرارة تقريبا 36 أو 38 درجة سيليسيوس. أوكي، وبالتالي بعد 48 ساعة نقوم بإخراج الطبق ونشاهد هل هناك يوجد بكتيريا بسدومونس أم لا في هذا الطبق. لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وأعجبني.